بكره ان شاء الله عندنا ماتش مباراه وديه مع منتخبنا الوطني مع منتخب ليبيريا. اولا ايه رايك في اختيار كارلوس كيروش؟ يعني هل من الممكن انت بتفكر بعد الكلام اللي قاله وبعد التصريحات اللي قالها ان هو بيقول ان باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين، هل بتفكر؟ طبعا ده حق مشروع طول ما ولا انت بتلعب. بتقول ان انا كبرت انا لا كذا؟ مفيش، ما انت في لعيبه في المنتخب دلوقتي اكبر مني بكذا سنه يعني، فهي القصه مش كده. طول ما انت رجلك في الملعب وموجود بس هي الفكره ان يبقى في جهاز فني فعلا يعني عنده فعلا الفكر ان هو ممكن اي حد يلاقيه كويس وقال كده ياخده. امبارح يعني ما هو الكلام ده برضو بيتقال كتير على طول القصه. مش كتير. هي القصه ان انت يبقى الموضوع فعلي فعلا ان انت تلاقي اي حد. انا نفسي نوصل للمرحله دي بغض النظر عني خالص على فكره، يعني نفسي في منتخب مصر نوصل لمرحله اللي احنا لو في لعيب شايفه كويس. كويس يعني مع احترامي لاي نادي بس من الانديه حتى الصغيره، ايه المشكله ناخده يا جماعه؟ يعني اصل الموضوع ده بيحصل في العالم كله، فاحنا ليه ما بنعملش كده؟ ما هو الموضوع ده ما دام لعيب هيفيد المنتخب ما ناخده، ايه المشكله يعني؟ وفي تجارب كتير جدا يعني منتخب انجلترا في اليورو اللي فات بيلعبوا كل جيمس اللعيبه في نص سوداء. الملعب اللي هو بيلعب في ليدز فرقه لسه صاعده ولعب الماتشات كلها وهو بيلعب في ليدز، وعندهم ديفندرات تانية في أندية تانية كبيرة والمدرب خده ولعبوا الماتشات كلها في اليورو وكان من أحسن اللعيب في انجلترا. في الفرقة يعني. فأنا نفسي نوصل أصلا للمرحلة دي يعني. فبداية كويسة طبعا. أنا اختيار كيروش بالنسبة لي اختيار كويس جدا، حد يعني في حد ذاته إن أنت تجيب حد أجنبي ده مهم جدا عشان الحد على الرغم الأجنبي من قصر الفترة يعني، اصل انت دلوقتي خلي بالك، انت دلوقتي حطيت نفسك في موضوع او في مشكلة كبيرة ان انت عندك ماتشين ليبيا دول هم اهم ما ماتشين، طبعا يعني للأسف انت لا قدر الله حصل حاجة انت شكر. مشكلة كبيرة بس احنا ان شاء الله يعني قادرين نتخطاهم يعني. يعني ان شاء الله انا عندي ثقة في الفرقة وفي الجهاز ان احنا ان شاء الله قادرين يعني. طبعا احنا حطينا نفسنا في موقف مش كويس صعب. بس نقدر نطلع نفسنا منه يعني. ان شاء الله نكسب ليبيا هنا واقصى حاجة بره ملعبنا ناخد تعادل 4 نقط اعتقد هيبقوا يعني بالنسبة لنا كويسين. بس وجود حد اجنبي انت عارف مهم جدا بالذات في الفترة دي مع المنتخب لان السوشيال ميديا والاعلام وكله بيأثر بشكل كبير وبيضغط المدير الفني اللي موجود بشكل كبير وللاسف احنا دلوقتي بقينا بناخد باراء الناس كلها في السوشيال ميديا يعني. التغيير ده بقى بيحصل بسبب السوشيال ميديا. الحد الاجنبي ده هيبقى عنده الناس مش هتهاجمه بشكل كبير، مفيش مصالح شخصيه ما بينه وما بين حد هنا عشان حد يهاجمه، وهو في نفس الوقت هيتحمل الضغط يعني مش هيبقى عنده مشاكل. فدي حاجه انا شايفها كويسه يعني. فان شاء الله هو بس يقدر يبقى كويس مع المنتخب وهو عنده راجل عنده خبرات وعنده سي في كويس يقدر يساعد المنتخب لان احنا برضو عندنا لعيبه كتير كويسه صغيره وعندنا اجيال طالعه تقدر ان شاء الله ان هي تعمل حاجه كويسه يعني. جهاز المنتخب كابتن وائل جمعه، كابتن عصام الحضري، كابتن شوقي، اعتقد ثلاثه انت لعبت معاهم. كابتن شوقي، كابتن ضياء، اعتقد ان ده شيء. رايك في هذا الجهاز ايه؟ لا انا شايفهم كلهم طبعا اسماء كبيره وكلهم ناس ليها اسمائها وناس عندها خبرات. الكابتن ضياء طبعا مدرب كبير وراجل عنده خبرات كبيره ان هو يبقى موجود دي حاجه مميزه، والناس التانيه اللي موجوده كلها ناس شباب عناصر شباب سواء كابتن عصام او كابتن محمد شوقي ناس لسه بتبدا حياتها. طبعا عنصر الشباب مهم جدا ان هم يبقى عندهم حماس ويبقوا قريبين من اللعيبه، دي برضو حاجه بتفرق جدا جوه الجهاز. فاعتقد ان هو جهاز يعني متناسق وفي انسجام ما بينهم بشكل كبير.